السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب سكندري 1، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله معادنا مع ليسن 2 في منهج الألجبرا Adding and Subtracting Matrices. طبعا في البداية احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على ازاي نعمل Organizing للداتا in the form of matrices، واتكلمنا على Type of Matrices، واتكلمنا كمان على الأوردر. عشان نفتكر مع بعض اللي ما كانش متابعنا قبل كده، قلنا ان الماتريكس دي فيها روز وكولم. يعني لو قلت لك A B C مثلا، وقلت لك هنا ال D وال E وال F، لو قلت لك الاوردر للماتريكس دي هتقول الاوردر والله يا مستر انا عندي 2 روز وعندي 2 كولمز، اللي فوق ده يا ولاد الهوريزونتال ده بنسميه رو وده بنسميه كولم. خلاص كده عندي والله 2 روز وعندي 3 كولمز، يبقى الاوردر هنا 2 باي 3. خدنا كمان التايب اوف ماتريكس، وقلنا ان ممكن يبقى الماتريكس فيه حاجه اسمها سكوير ماتريكس، يعني النمبر اوف روز ايكوال النمبر اوف كولمز. خدنا كمان الكولم ماتريكس، الرو ماتريكس، خدنا الزيرو ماتريكس، خدنا كمان او الايدنتيتي ماتريكس، وخدنا الاديتيف، خدنا حاجات كتيره جدا، وخدنا السكيو ماتريكس، وخدنا الدياجونال ماتريكس، وخدنا الايدنتيتي ماتريكس. كل ده مهم جدا لما نيجي نشتغل في لسن النهارده اللي هو الادنج ماتريسز. طيب احنا بنعمل ادنج للماتريكس ازاي؟ يعني انت لو قدامك الماتريكس A 2 1 3 نيجاتيف 2، وعندك ماتريكس B 5 2 2 and 3، وقلت لك اتفضل هات لي A بلس B، طبعا ال A دي ماتريكس A بلس ماتريكس B. طبعا لو سألتك التايب اوف ماتريسز هتقول لي والله دي سكوير ماتريكس. ليه؟ لان النمبر اوف روز ايكوالز النمبر اوف كولمز. طب لو قلت لك عايز الاوردر تقول لي والله انا عندي هنا في 2 روز وهنا في 2 كولمز، يبقى هنا 2 باي 2. برضو عندك هنا في 2 روز 2 كولمز، يبقى الاوردر هنا برضو 2 باي 2. يبقى لو انا عايز اعمل ماتريكس A بلس ماتريكس B، هتقول لي يا مستر ادي 1، او الاول نكتب ال 2، نكتب الماتريكس الاول وبعدين نعمل ادنج في الاخر. عندك الماتريكس A اللي هي ال 2، وعندك ال 3، وعندك ال 1، وعندك النيجاتيف 2، بلس الماتريكس B اللي هي 5 2 2 and 3. بمنتهى البساطة لو التو ماتريسز هاف ذا سيم اوردر ممكن نعمل ادنج بمنتهى البساطة للكورسبوندنج اليمنتس. بمعنى ان انا هعمل ال2 بلس ال5 هتقولي 7، ال1 بلس ال2 هتبقى 3، 3 بلس 2 هتبقى ايكوالز 5، نيجاتيف 2 بلس 3 ايكوالز بوزيتيف 1. يبقى انت كده خلاص طلعت لي الماتريكس بتاعتك. طبعا الاوردر عندك هنا اللي هي برضه 2 باي 2. يبقى عشان اعمل ادنج لاي تو ماتريسز لازم التو ماتريسز يكونوا الاثنين يا ولاد هاف ذا سيم اوردر. بمعنى يعني لو جيت قلت لك اكزامبل زي اللي قدامك ده، هنا انا مدي لك ماتريكس A ماتريكس B، تعال نشوف الاوردر كده. هتقول لي هنا ادي 1 2 3 روز، عندك الكولمز هنا 2 كولمز، يبقى دي 3 باي 2. هنا الماتريكس برضو 3 روز وعندك 2 كولمز، يبقى 3 باي 2 برضو. هنا عندك 2 روز عندك 3 كولمز، يبقى هنا 2 باي 3. لو جيت قلت لك اتفضل اعمل لي 2a plus c ترانسبوز، تقدر ولا ما تقدرش؟ تعال نشوف كده مع بعض. طبعا انا هبدا بنمبر 1. لما يقول لك 2a زي ما اتفقنا الحلقه اللي فاتت، قلنا 2a يبقى بنعمل multiply a اللي هي الماتريكس a باي 2، بس نعمل multiply all the elements باي 2. يبقى انا هقول 2 باي 1، هتقول لي 2 باي 3، هتقول لي 2 باي 4، هتقول لي 2 باي نيجاتيف 2، هتقول لي 2 باي 5، هتقول لي 2 باي 2. كده انت جبت لي 2a بلس c ترانسبوز يا ولاد. اللي ما كانش معانا قلنا ده اسمه رو. لما اجي اعمل ترانسبوز الرو ده يتكتب كولم، بدل ما هي 2 0 ونيجاتيف 1 رو هتبقى 2 0 ونيجاتيف 1 كولم، 3 4 6 بدل ما هي رو اكتبها كده على شكل الكولم. هنا نقدر نعمل ادنج بسهوله. ليه؟ بص كويس كده، الاثنين دول سيم اوردر، عندك 3 روز 2 كولمز، نفس القصه هنا. يبقى بنعمل ادنج للكروسبوندنج اليمنتس بس. انت عندك هنا ال2 بلس ال2 هتبقى 4، 6 بلس 0 هتبقى 6، 8 ماينس 1 7، نيجاتيف 4 بلس 3 نيجاتيف 1، 10 و4 ايكوالز 14، 4 و6 ايكوالز 10. يبقى الماتريكس اللي قدامك برضه سيم اوردر، اللي انت عندك هنا برضه 2 ملتبلاي باي 3 ولا 3 باي 2؟ هتقول لي لا يا مستر احنا بنكتب الرو الاول وبعدين الكولم. خلي بالك عندك كام رو قدامك، هتقول لي والله يا مستر عندي 3 روز وعندي 2 كولمز، لازم الاثنين يطلعوا سيم اوردر. رجع بعد كده قال لك نمبر 2 عايزك تعمل لي البي بلس السي. طب انت عندك البي هنا هتبقى نيجاتيف 1 و5 و3،
نيجاتيف 2 1 و 2، عندك 3 روز، هنا عندك 2 روز. يعني لو هتعمل نيجاتيف 1 بلس 2 ماشي، نيجاتيف 2 بلس 0 ماشي، طب والنيجاتيف 1 بلس مين هنا؟ يبقى تقول لي كده impossible. ليه بقى impossible؟ لان هما الاثنين they are different in order. يبقى انت هتقول لي طبعا impossible. ليه impossible يا جماعة؟ هتقول لي impossible because هقول كده they are different in order، تمام كده؟ يبقى الاثنين دول different in order، واحدة عندك 2 by 3 واحدة عندك 3 by 2، يبقى ما نقدرش نعمل adding. يبقى أول شرط بنحطه النهاردة للأدينج أو السبتراكتينج، عشان تعمل أدينج أو سبتراكتينج لازم يكون التو ماتريسز هاف ذا سيم أوردر. طيب إكزامبل تاني، لو قلت لك الماتريكس A 2 نيجاتيف 1 6 3 5 7 B 0 2 4 4 نيجاتيف 3 نيجاتيف 8، تشيك ذات A بلس B ترانسبوز إيكوالز A ترانسبوز بلس B ترانسبوز. إحنا ما عندناش باور في الماتريكس، مفيش حاجة اسمها A بلس B باور T، غلط ان شاء الله. حتى لو عليها 2 كده ما بنقولش ايه باور 2، اسمها ايه 2. انتبه، انت بتشتغل ماتريكس ما بتشتغلش نمبرز عاديه. طيب هبدا بالليفت هاند سايد، الاول اجيب الاي بلس بي وبعدين نعمل الترانسبوز. اي بلس بي هتعمل ادينج زي ما هم كده، يعني 2 و0 هتقول لي والله 2، هتقول لي نيجاتيف 1 و2 تبقى 1، هتقول لي 6 و4 تبقى 10، 3 و4 هتبقى 7، 5 minus 3 تبقى 2، 7 minus 8 negative 1، كده انت جبت A plus B. هو طالب منك A plus B transpose، يبقى انا هقول ال left hand side equals اللي هو A plus ال B transpose، يبقى انت تعمل transpose للي حضرتك طلعته يا باشمهندس. يعني ال row خليه كولم، بدل ما هي 2 7 row خليها 2 7 كولم. عندك 1 و2 خليها لي كده 1 و2 كولم، و10 و-negative 1 القصة كلها انك بتعمل rewrite. بدل ما الاوردر هيبقى 3 باي 2، طبعا الاوردر لما تعمل ترانسبوز تطلع 2 باي 3، وده الاوردر اللي قدامك اللي هي 2 باي 3. الرايت هاند سايد هنبدا نجيب الاي ترانسبوز بلس البي ترانسبوز، ادي الرايت هاند سايد. طبعا الاي ترانسبوز اعمل ترانسبوز على طول هنا، هتقول لي 2 والنيجاتيف 1 او 2 وال 3 اسهل على طول بقى. النيجاتيف 1 رو خليها كولم نيجاتيف 1 و5، ال 6 وال 7 رو خليها كولم بلس، اعمل ترانسبوز للبي زي ما قال لك، يبقى 0 و4 برضو اعملها كولم. عندك ال 2 والنيجاتيف 3، عندك ال 4 والنيجاتيف 8، نعمل ادنج. ال 2 بلس 0 هتبقى 2، نيجاتيف 1 و2 تبقى 1، 6 و4 هتبقى 10. تعالى الروت تاني، 3 و4 هتبقى 7، عندك 5 ماينس 3 2، عندك 7 ماينس 8 نيجاتيف 1، نفس الاوردر برضو اللي هو 2 باي 3. لو انت بصيت للليفت هاند سايد والرايت هاند سايد هتلاقيهم ايكوالز، يبقى انا اقدر اقول له therefore ان ال A بلس ال B وهنعتبره رول حالا دلوقتي ترانسبوز، هي نفسها A ترانسبوز بلس B ترانسبوز. يبقى يقابلك المنظر ده قدامك، اعمل دروب للترانسبوز على ال A وعلى ال B. خلاص ده بالنسبة لنا دلوقتي بقى رول في الاديشن. يعني لو جيت قلت لك مثلا كده، قلت لك X بلس ال Y ترانسبوز، تقوم تقول لي دي اعمل دروب على طول الترانسبوز على الاكس وبعدين ترانسبوز للواي برضو. طب لو هي اكس ترانسبوز بلس الواي ترانسبوز وانا عايز اعمل ترانسبوز يا مستر، يبقى اكس ترانسبوز اول ترانسبوز زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت تطلع باكس، وبعدين دي واي ترانسبوز. يعني انت لو عايزها بالتفصيل اهو، ادي اكس ترانسبوز، اعمل طبعا دروب للتي بلس برضو الواي ترانسبوز. طبعا لما تعمل الاكس ترانسبوز دبل مرتين ورا بعض ترجع لاصلها تاني تبقى اكس، والواي ترانسبوز طبعا هتنزل زي ما هي. طيب هنا بيقول لك ادي الاي وادي البي، اتفضل هات لي ثيرد اي بلس بي ترانسبوز. انا مش عايزك تستعجل ابدا في الماتريكس، الاول انا هجيب البراكت اي بلس البي ترانسبوز. طب ما انت عندك الاي اللي هي 5 و3 ونيجاتيف 2 4 بلس البي ترانسبوز، الرو اعمل لي كولم يبقى 4 ونيجاتيف 3 هنا ونيجاتيف 1 و8. ونبدا بقى نعمل ادنج، 5 بلس 4 هتبقى 9، 3 ماينس 3 0، نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 3، 4 و8 يبقى 12. كده انت طلعت البراكت. تعالى بقى هات لي ثيرد اي بلس بي وخليك منظم، انت بتشتغل ماتريكس اصلا والماتريكس اساسا اورجنايزنج داتا، انت كمان تبقى منظم. يبقى ثيرد باي الماتريكس اللي هي 9 و0 ونيجاتيف 3 و12، اعمل ثيرد ملتبلاي الاليمنتس كلها كل الماتريكس، يبقى ثيرد في 9 تبقى 3،
ثيرد في 0 هتبقى 0، ثيرد في نيجاتيف 3 نيجاتيف 1، ثيرد في 12 هتبقى معاك ب4. الماتريكس يا جماعة بنشتغل ستيب باي ستيب في الادنج والسبتراكتنج عشان ما تلخبطش نفسك. طيب نمبر 4، ده سؤال على الحلقة اللي فاتت وحلقة النهاردة. هنا بيقول لك فايند ال A وال B وال C that satisfy the equation. دي اسمها ماتريكس ايكويجن. هنا 3 ملتبلاي الماتريكس، هنا 2 ملتبلاي الماتريكس، وادي بلس الماتريكس الثالثة. ال 3 دي اعملها ملتبلاي الماتريكس زي ما اتفقنا، هتبقى دي 3A 3B وعندك 3C و 3 باي 3 هتبقى 9. يبقى انت كده خلصت الليفت هاند سايد. هنا برضو 2 ملتبلاي A هتبقى 2A، ال 2 ملتبلاي نيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف 2، ال 2 ملتبلاي 6 يبقى 12، ال 2 ملتبلاي 3 it will be 6 بلس. طبعا حط لي الماتريكس دي as it is، ما عندناش مشكلة مع الماتريكس دي ابدا. تعالى بقى نعمل ادنج لدول بالراحة كده واحدة واحدة. انت هنا هتعمل ادنج طبعا الكروس بوندنج اليمنتس، يعني 2a بلس 4 اكتبها كده 2a بلس ال 4، دي 12 بلس b بلس 4، يعني اكتب البي الاول و12 و4 يبقوا 16. نيجاتيف 2 بلس سي بلس 3 اكتب السي الاول، نيجاتيف 2 بلس 3 هتبقى 1، وعندك 6 و 3 9. طبعا الماتريكس دي ايكوالز الليفت هاند سايد 3a، وعندك كمان في 3b، وعندك كمان 3c، وعندك ال 9. ادي الماتريكس بتاعتك. ونبدا نعمل كومبيرنج بقى زي ما شرحنا قبل كده في الايكواليتي للتو ماتريسز، بمعنى ادام هما ايكوالز وسيم اوردر، طبعا دي 2 باي 2 دي 2 برضه باي 2، يبقى الكورسبوندنج اليمنتس هنا يبقوا ار ايكوالز. يبقى انا لما اعمل هنا كورسبوندنج اليمنتس هتقول لي بمنتهى البساطه ان 3a ايكوالز 2a بلس 4، يبقى دي اول ايكويشن 3a ايكوالز 2a بلس 4. طب ما تجيب الايه هنا هتبقى الايه تطلع معاك ب4، ادي اول ايكويشن وكده انت طلعت الفاليو اوف a. نفس الكلام هنعمله برضه في الايكويشن الثانيه، عندك 3b equals ال b plus 16. طب ما تجيب ال b هنا هيبقى 3b minus ال b هتبقى دي 2b ب 16، اعمل divided by 2 هتبقى ال b بتاعتك ب 8. عندك برضو 3c equals c plus 1، يبقى انا اقدر اقول ان 2c هنا equals 1، يبقى c هنا equals 1 over 2، يبقى انت كده جبت ال a وال b وال c. ادي سؤال تاني. نفس الكلام برضو 3 هنا ملتبلاي الماتريكس بلس ايكوالز طبعا 2 ملتبلاي الماتريكس بلس ماتريكس ثالثة. ركز بقى معايا، 3 ملتبلاي A تبقى دي 3A، 3 ملتبلاي B 3B، 3 ملتبلاي C 3C، 3 ملتبلاي نيجاتيف 2 it will be 6. الكلام ده ايكوالز، اعمل بقى ملتبلاي. خلي بالك هنا بقى، هنا كانت A و B و C بس، هنا في A بلس 1 ملتبلاي 2 يبقى 2A بلس 2، وبعدين تقول لي 2 ملتبلاي نيجاتيف 1 2 multiply 3 2 multiply 2 it will be 6. طبعا 2 multiply 3 2 multiply 2 it will be 4، يبقى نكتب هنا طبعا هتبقى دي 4. عندك بعد كده في ماتريكس ثالثه، لو ما فيش طبعا اي نمبر coefficient بره او product اكتبها طبعا زي ما هي، ادي 2 ادي c plus 3 وادي 4 plus ال b وادي negative 10. اعمل adding هنا، هتقول لي هنا يبقى ركز بقى كده معايا، هنا لما تعمل adding هتبقى دي 2a تنزل طبعا، ال 2 وال 2 تبقى 4 يبقى دي 2a بلس 4. 6 بلس 4 بلس b، اكتب ال b الاول واعمل 6 بلس 4 تبقى 10. نيجاتيف 2 بلس c بلس 3 اكتب لي ال c الاول، نيجاتيف 2 بلس 3 تبقى بوزيتيف 1، وعندك 4 ماينس 10 يبقى نيجاتيف 6. نفس الماتريكس 3a 3c 3b نيجاتيف 6. هنا طبعا دول ايكوالز، دي الايكواليتي اوف تو ماتريسز زي ما شرحنا قبل كده. اعمل كومبيرنج، يبقى 3a هنا هتبقى equals 2a plus 4، وبعدين تبدأ تحل الإيكويشن، هات طبعا ال 2a بره يبقى الـ a تطلع معاك بـ 4. 3b هنا هتبقى equals b plus 10، هات الـ b الناحية دي يبقى 2b equals 10، اعمل divided by 2 يبقى الـ b عندك هتبقى 5. الـ c 3c هتبقى equals c plus 1، يعني 2c equals 1، هتطلع الـ c عندك هنا equals 1 over 2. يبقى انت كده جبت ال A وجبت ال B وجبت ال C. طبعا انت لما بتيجي تاخد ال natural numbers خدت كل ال properties، خدت بقى ال associative، خدت ال commutative، خدت ال additive identity، خدت ال closure،
حتى لما خدنا الانتجر نفس القصة لحد الترم اللي فات، كل سيت جديدة بناخدها في حتى لما خدنا الكومبلكس خدنا برضو البروبرتيز، نفس القصة في الادنج ماتريسز، كل البروبرتيز اللي انت درستها قبل كده موجودة في الادنج. يعني اول حاجة عندنا احنا اخدناها اللي هي الكلوجر بروبرتي. يا ترى لو انا عندي تو ماتريسز، لو انت عملت الصم لاي تو ماتريسز سيم اوردر طبعا هيطلع اكيد ماتريكس، عشان كده بنقول ان A plus B is a matrix of the same order M by N. يعني انا لما اقول لك matrix مثلا ال 2 negative 1 وال 3 وال 4 plus مثلا 1 و 2 و 0 و negative 3، اتفضل اعمل الادنج. هتقول لي والله 2 plus 1 3، negative 1 plus 0 negative 1، 3 و 2 5، 4 minus 3 1. طب ما هو الانسر اللي طلع matrix برضو نفس الاوردر دي 2 by 2 2 by 2 2 by 2، يبقى انا كده عندي فيه closure. نمبر 2 بنتكلم على ال commutative. يعني ايه commutative؟ اكيد طبعا لو انا عندي 2 matrices عملت a plus b او عملت b plus a، طبعا الانسر اكيد طبعا doesn't change. يعني لو جينا قلنا مثلا بالراحه كده، لو عندي matrix زي اللي قدامك دي هقول negative 1 و 0 و 2 و 3 مثلا plus 0 و negative 1 و 2 1. طبعا لو عملنا الصم او جينا عملنا exchange للاتنين دول، كتبنا 0 و 2 هنا والنيجاتيف 1 و 1 بلس نيجاتيف 1 و 0 و 2 و 3، طبعا مستحيل تلاقي الاثنين دول ديفرنت. يعني اعمل نيجاتيف 1 و 0، 2 ماينس 1 تبقى 1، 0 و 2 وعندك 3 1. اعمل ادنج هنا برضو هتطلع معاك نيجاتيف 1 و 1 و 2 بلس 0 وعندك 1 بلس 3، الاثنين طبعا سيم. يبقى a بلس b هي b بلس a، يبقى انا في عندي كوميتيتيف وعندي كلوجر. نمبر 3 بنتكلم على الاسيوستيف بروبرتي. يعني لو عندي 3 ماتريسز عايز اعمل لهم ادنج a بلس b بلس c، ممكن اعمل a بلس b واللي تطلع بلس الماتريكس الثالثه، وممكن تاخد b بلس c بس بنفس الاوردر لو سمحت، خليك منظم جدا في الماتريكس، او تعملهم كلهم بلس بعض زي ما تحب، ما عندناش اي مشكله. يعني مثلا لو انت عندك ماتريكس زي دي كده نيجاتيف 1 و 0 و 1 و 2 بلس ماتريكس ثانيه 1 و 3 ونيجاتيف 4 و 5، ماتريكس تالتة هتقول لي 3 و 2 ونيجاتيف 1 و 0، اتفضل اعمل لي ادي. واحد يقول لي يا مستر انا هاخد الاثنين دول اعمل لهم بلس اول تو ماتريكس، مفيش مشكله، هتقول لي نيجاتيف 1 و 1 0، 1 ماينس 4 نيجاتيف 3، 0 بلس 3 ب 3، 2 5 7 بلس ادي 3 ادي 2 ادي نيجاتيف 1 ادي 0. اعمل ادنج كده هتبقى 3 و 3 بلس 2 5 وعندك نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 وعندك 7 و 0. ممكن تعملها يعني باي وان ستيب، هتقول لي نيجاتيف 1 بلس 1 0 بلس 3 تبقى 3 اهي، 1 ماينس 4 نيجاتيف 3 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 4، 0 و 3 و 2 تبقى 5، ال 2 وال 5 وال 0 تبقى 7. دي لو انت عايز تجيبها باي وان ستيب. يبقى انا كده عندي في كلوجر، عندي كومتيتيف، عندي الاسيوستيف بروبرتي. عندي بعد كده نمبر 4 بنتكلم على بروبرتي مهمه جدا اللي هي الاديتيف ايدنتيتي. دايما انت عارف ان الاديتيف نيتر الاليمنت اللي هو الزيرو. انا لما اقول لك 5 بلس كام يديك 5، هتقول لي 0. اي ماتريكس بلس 0 ماتريكس، ما تقولش 0 غلط، تديك نفس الماتريكس. يعني لما اقول لك ايه دي ما اسمهاش 0 يا اولاد، دي 0 ماتريكس. يعني لما اقول لك مثلا 2 و 3 و 1 و 4 ينفع اقول بلس 0 كده؟ غلط، كل ده غلط، لازم الماتريكس اللي هي الزيرو ماتريكس تبقى نفس الاوردر، فدي اسمها زيرو ماتريكس، يبقى 0 0 0 0 اللي هي، او ممكن نقول يا اولاد امتي ريكتانجل زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، يبقى 2 بلس 0 طبعا تبقى 2 وتبقى دي 1 وتبقى دي 3 وتبقى دي 4. يبقى انت لو قلت a بلس 0 ماتريكس هي نفسها زيرو ماتريكس بلس ال a ايكوالز طبعا ذا سيم ماتريكس. طيب عندنا بعد كده الاديتيف انفرس. اي ماتريكس بلس الاديتيف انفرس هيديني 0. يعني انت مثلا عندك لو قلت لك الماتريكس ايه، مثلا الماتريكس ايه نيجاتيف 1 و4 و6 و2، لو انا عايز الاديتيف انفرس يبقى انت هتقول الاديتيف انفرس بتعمل تشينج للساين، يبقى 1 نيجاتيف 6 نيجاتيف 4 نيجاتيف 2، الصم للاثنين دول لازم يطلع 0 ماتريكس لو جيت عملت لهم ادنج. يعني نيجاتيف 1 و1 0، 4 ماينس 4 0 وهكذا 2 وهكذا 6. ادي الاديتيف انفرس. طيب السبتراكتنج ماتريسز بقى، ايه القصه بتاعت السبتراكتنج دي؟ انت دلوقتي لو قدامك الاي والبي، هتفرق لو انت عملت ماينس او بلس ولازم نفس البروبرتيز،
هما لازم يبقوا نفس الاوردر بس، لكن احنا ما عندناش بروبرتيز في السبتراكشن، لانه اصلا الماث ما فيش فيه ماينس، ما فيش حاجه اسمها 3 ماينس 2 يا اولاد، هي الاصل بتاعها 3 بلس نيجاتيف 2. احنا ما عندناش احنا مجازا بنقول ماينس كده، تمام، لان ده نيجاتيف 2 المفروض. فلما اقول لك نيجاتيف 5 ماينس 6 تقول لي لا دي نيجاتيف 5 بلس نيجاتيف 6، تكتب كده. المهم في السبتراكتنج لو انت هتشتغل عادي دلوقتي سبتراكشن هتعمل ايه؟ هتقول لي والله تعالى يا مستر انت عايز تعمل ايه ماينس بي؟ حاضر، يبقى انا هقول كده ادي الاي ماينس البي، نعمل سبتراكت على طول، يعني 5 ماينس 4 1، 2 ماينس 3 نيجاتيف 1، 3 ماينس 5 نيجاتيف 2، نيجاتيف 4 ماينس 0 تبقى نيجاتيف 4. ادي السبتراكتنج ما عندناش اي مشكله. جميل قوي. طيب لو جيت قلت لك الاي هنا ايكوالز 2 نيجاتيف 1 0 1 3 4، ادي البي ادي السي، اتفضل هات لي 4a ماينس 2b بلس هاف سي. احنا ممكن نعمل الاي باي 4 والبي باي نيجاتيف 2 والسي كلها باي هاف ونعمل ادنج مره واحده. يعني انا هقول ايكوالز كده، اضرب دي 4 يبقى دي 8 ودي 4 ودي نيجاتيف 4 ودي 12 ودي 0 ودي 16. اتعملت هنا ملتبلاي اتش 1 باي 4 دي بلس، بلاش تقول ماينس، ما تخليش دايما بين اي تو ماتريسز نيجاتيف ساين، اضرب النيجاتيف 2 في الماتريكس، النيجاتيف 2 في 2 بنيجاتيف 4، النيجاتيف 2 في نيجاتيف 1 تبقى 2، النيجاتيف 2 في 3 بنيجاتيف 6، النيجاتيف 2 في النيجاتيف 2 تبقى 4، النيجاتيف 2 في ال 5 بنيجاتيف 10، النيجاتيف 2 في نيجاتيف 3 بوزيتيف 6. طب السي ملتبلاي باي هاف، خلاص اضرب لي دي كلها في هاف، هتبقى دي 0 هتبقى دي نيجاتيف 1 هتبقى دي 4، هاف في 4 تبقى 2، هاف في نيجاتيف 6 نيجاتيف 3، هاف في نيجاتيف 2 نيجاتيف 1، وتفضل اعمل لي ادنج. يبقى انت كده خلصت سؤالك. 8 ماينس 4 هيبقى 4 و 0 طبعا يبقى 4، نيجاتيف 4 بلس 2 يبقى نيجاتيف 2 ونيجاتيف 1 تبقى دي نيجاتيف 3، 0 ماينس 6 بلس 4 هيبقى نيجاتيف 2، 4 و 4 و 2 هتبقى 10، 12 ماينس 2 او 12 الاول ماينس 10 تبقى 2 ماينس 3 نيجاتيف 1، 16 و 6 22 ماينس 1 يبقى 21. يبقى انت كده خلصت سؤالك. طيب سؤال كمان نمبر 7، ادي الماتريكس A B C، هو طالب 2A بلس 3C ماينس 2B. طب انت هتقول لي الA في 2، اضرب دي في 2 تبقى نيجاتيف 6، وعندك هنا 4 وعندك هنا 0 وعندك هنا نيجاتيف 4 بلس دي 3C، C اهي، اضرب دي في 3 يبقى 3 ملتبلاي 3 تبقى 9، 3 ملتبلاي 2 6، 3 ملتبلاي 2 6، 3 ملتبلاي 1 3 بلس ملتبلاي بي زي ما اتفقنا في نيجاتيف 2، تبقى دي نيجاتيف 4 وتبقى دي 0 وتبقى دي 0 وتبقى دي نيجاتيف 10. اعمل ادنج. طبعا نيجاتيف 6 بلس 9 3 ماينس 4 نيجاتيف 1، 4 و6 طبعا 10 و0 يبقى 10 زي ما هي، 0 و6 و0 تبقى 6، نيجاتيف 4 و3 ونيجاتيف 10 هتبقى نيجاتيف 11، نيجاتيف 4 بلس 3 نيجاتيف 1 ونيجاتيف 10 طبعا هتطلع معاك بنيجاتيف 11. نمبر 8، هنا مدي لك الماتريكس A والماتريكس B، الاوردر عندك 3 باي 3. فايند ذا ماتريكس X such that 3X بلس 2B equals A. عايزين نجيب الماتريكس X دي، ولازم طبعا تبقى نفس الاوردر اللي تحقق لك الكلام ده. يبقى انا في البدايه ممكن اطلع ال 2B بره، يبقى انا هقول ان 3x زي الايكويشن، هتقول لي a ماينس 2b، وبعدين وبعد ما نجيب 3x نبقى نعمل ديفايدد باي 3، هتبقى الx ايكوالز 1 اوفر 3 في a ماينس 2b. يبقى انت الاول هتجيب لي a ماينس 2b، يبقى انا هقول 3x الاول، تعال نجيب 3x، اعمل a ماينس 2b، ادي a ماينس 2b. طبعا الa انت هتحط لي الa زي ما هي، وبعدين وبعد ما تحط لي الايه هتضرب الماتريكس بي في نيجاتيف 2، وبعدين تكمل سؤالك عادي جدا. يعني الايه نيجاتيف 1 و2 و3 وعندك 1 وعندك 5 وعندك 7 وعندك 4 و0 وعندك 2، ادي الماتريكس اللي هي ايه. هتقول لي بعد كده بلس، وتشتغل عادي جدا عادي جدا، بمعنى ان انا هقول بلس وملتبلاي البي باي نيجاتيف 2، يبقى البي كلها تتضرب في نيجاتيف 2 هتبقى دي نيجاتيف 2، النيجاتيف 2 في نيجاتيف 2 4 ودي 0، نيجاتيف 2 في 2 بنيجاتيف 4، في 4 بنيجاتيف 8، في نيجاتيف 1 ب 2،
في 3 بنيجاتيف 6، في 0 تبقى 0، في نيجاتيف 3 تبقى 6. يبقى 3x equals ايه؟ هتقولي بقى نعمل الادنج، نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2، ال 2 4، ال 3 وال 0، وعندك ال 1 ماينس 4، وعندك 5 ماينس 8، وعندك 7 و2، وعندك 4 ماينس 6 يبقى نيجاتيف 2، وعندك 0، وعندك 2 6 يبقى 8. كده انت عملت ادنج بمنتهى البساطة. طب هو طالب مني الماتريكس مين؟ هو طالب مني الماتريكس اكس. طب دي 3x، طب ما انا ممكن اعمل ديفايد باي 3، يبقى الماتريكس اكس طبعا ديفايد ايتش 1 باي 3 زي ما اتفقنا قبل كده. يبقى دي نيجاتيف 1، ويبقى عندك هنا في 2، وهنا 1، وهنا نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1، وهنا 3، هنا نيجاتيف 2 اوفر 3 خليها فراكشن، هنا 0، هنا 8 اوفر 3. يبقى انت بالمنظر ده قدرت تعمل بمنتهى البساطة وتطلع له الماتريكس اكس بريليشن سهلة جدا من الجيفن. طب لو صعبت لك الموضوع سنة، جيت قلت لك الماتريكس اللي قدامك دي ايه؟ طبعا دي بي، هنا 2 ملتبلاي اكس ترانسبوز ماينس الايه. الاول اعمل ملتبلاي 2، يعني ظبط لي الايكويشن دي الاول. يعني هتقول لي 2 في اكس ترانسبوز هتبقى 2 اكس ترانسبوز ماينس ال 2 باي ايه اللي هي 2 ايه، الكلام ده ايكوالز 3 بي. طب وبعدين طلع لي ال 2 ايه بره، هتبقى دي 2 اكس ترانسبوز هتبقى ايكوالز 3 بي بلس ال 2 ايه. بس اقف هنا، احنا نجيب الاول 2 اكس ترانسبوز وبعدين نعمل ديفايدد باي 2 وبعدين اقول لك تجيب الاكس ازاي. طب انا عايز دلوقتي 3 بي، اضرب دي في 3، هتبقى طبعا هنا في 0، هنا 15، هنا نيجاتيف 3، هنا 6، هنا 9، هنا نيجاتيف 12. ادي الماتريكس الاولى بتاعتك بلس ال 2 ايه، اضرب دي في 2 هتبقى 4 نيجاتيف 2 6 8 نيجاتيف 4 10، كل الاليمنتس طبعا زي ما اتفقنا باي 2. هتبقى 2 اكس ترانسبوز ايكوالز، اعمل ادنج 0 4 15 ماينس 1 طبعا تبقى 13، او 15 ماينس 2 13، نيجاتيف 3 و6 يبقى 3، 6 و8 14، 9 ماينس 4 تبقى 5، نيجاتيف 12 بلس 10 يبقى دي نيجاتيف 2. نعمل ديفايدد باي 2 ونجيب الاكس ترانسبوز الاول، يبقى الاكس ترانسبوز ايكوالز اعمل ديفايدد باي 2 هتبقى 2، 13 اوفر 2 طبعا هتنزل زي ما هي، عندك تبقى دي 3 اوفر 2، عندك دي 7، وعندك 5 اوفر 2، وهنا عندك نيجاتيف 1. طبعا علشان تجيب الاكس من الاكس ترانسبوز كنا بنعمل باي ترانسبوزنج للبوث زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت بالظبط، لان اكس ترانسبوز اول ترانسبوز تدي لك اكس، واعمل بقى ترانسبوز للماتريكس دي حط عليها تي بس كده، الرو خلي كولم يبقى 2 و3 اوفر 2 و5 اوفر 2، الكولم الثاني عندك 13 اوفر 2 وعندك 7 وعندك نيجاتيف 1، كده انت جبت الماتريكس اكس بتاعتك. طب فكره كمان، ناخد فكره برضو اشد شويه، هنا بيقول لك اكس بلس 2 اكس ترانسبوز ايكوال الماتريكس دي، اتفضل هات لي الماتريكس اكس. واحد يقول لي ازاي يا مستر، ده دي اكس ودي اكس ترانسبوز، انا هجيبهم ازاي وهعملهم ادنج ازاي؟ انت عندك اكتر من طريقه، هناخد اسهل واحده. طب الماتريكس اللي قدامك دي 2 باي 2، اكيد لازم الماتريكس اكس اللي هتطلع معاك برضو تبقى 2 باي 2. طب ما تيجي نفرض الماتريكس اكس نفسها على شكل ماتريكس 2 باي 2، يعني اي بي سي دي مثلا، ونتعامل مع دي. طب هو كاتب لك اكس واكس ترانسبوز، طب ما تيجي نجيب الاكس ترانسبوز جنبها ونعوض. يعني الاكس ترانسبوز هنا هتبقى بدل ما دي اي وبي رو خليها كولم، وبدل ما هي كده خليها سي ودو او سي ودي زي ما اتفقنا كولم. اجيب بقى اكس، ابدا اشتغل بقى، الاكس اكتبها زي ما هي اللي انت كاتبها اي والسي والبي والدي كده، بلس اضرب الترانسبوز دي في 2 يبقى 2 اي 2 بي 2 سي 2 دي، طبعا الكلام ده ايكوالز 9 و14 و13 و6. اعمل ادنج، لما اعمل ادنج هنا هتقول لي طبعا a و2a يبقوا دول 3a، b و2c يبقى b بلس 2c، c و2b اللي هي طبعا 2b بلس c، ال d وال2d يبقوا 3d. كده انت جبت الماتريكس ايكوالز، هتقول لي بقى 9 و13 و14 و6. اقدر بمنتهى البساطه دلوقتي اجيب مين؟ هتقول لي والله اقدر بمنتهى البساطه اجيب الاي، يعني 3a هتبقى ايكوالز 9، فده معناه ان الاي هنا تبقى ايكوالز 3، ادي الاي. طب ما انا اقدر اجيب الدي برضو، ما هو 3d هنا ايكوالز 6 هنا، طب ما تعمل ديفايد باي 2 باي 3 يبقى الدي ب 2،
طب تعالى لي بقى اعمل التو ايكويشنز دول a بلس 2 c ايكوالز 14 a بلس 2 c ايكوالز 14 وعندك 2b بلس c ايكوال 13 2b بلس c ايكوال 13 ادي تو ايكويشنز. اعمل بقى مود 51 طبعا على الكالكوليتر او مود 31 حسب بقى الكالكوليتر بتاعتك، هتطلع الاي بتاعتك ب 3 وهتطلع عندك السي، هتطلع الاي والسي، هتطلع السي تقريبا ب 5. خلاص كده هنجرب، لا اسف معلش تاني، انت عندك هنا الاي طبعا، انت عندك هنا بي اس، اه ده دي بي بلس 2 سي يا ولاد، عفوا هنا بي بلس 2 سي هتبقى ايكوالز 14، اصلحها لك برضه عشان تبقى واضحه بالنسبه لك، دي بي بلس 2 سي. هتطلع طبعا هجيب البي والسي طبعا على الكالكوليتر، ما عندناش مشكله ابدا. هتكتب لي طبعا مود 51 زي ما اتفقنا، اكتب لي بقى 1 وبعدين ال 2 وبعدين ال 14 وبعدين اكتب لي 2 وبعدين ال 1 وبعدين ال 13، تطلع معاك على طول هتطلع ب 4، يبقى الاي تطلع معاك ب 4 والسي تطلع معاك ب 3. يبقى انت كده خلاص جبت الاي وجبت السي، اسف جبت البي وجبت السي، عفوا معلش. يبقى انت جبت البي بتاعتك، البي هتبقى ب 4 والسي طبعا هتبقى بكام؟ هتبقى ب 5. يبقى انا اقدر اكتب الماتريكس بقى، يبقى انت هتقول لي ادي البي طلع ب 4 وادي السي تطلع ب 5 وعندي الاي وعندي الدي. طب ما اكتب له الماتريكس اكس اللي انا كنت فرضها له، الاي بنفس الترتيب الاي 3، البي طلعت معاك ب 4 اكتب لي هنا 4، السي طلعت معاك ب 5 اكتب لي هنا 5، الدي تطلع معاك ب 2 اكتب لي هنا 2. يبقى انت طلعت الماتريكس بتاعتك. امتى افرض الماتريكس؟ في حاله واحده بس، لو هو مدي لك اكس واكس ترانسبوز في نفس الريليشن، افرض لي الماتريكس اكس. طيب لو قلنا الماتريكس ايه وادي الماتريكس بي جيفن، اتفضل هات الماتريكس اكس وير، دي الريليشن بتاعتك 3a minus 2b equals 2x minus 3i، الاي طبعا ايدنتيتي ماتريكس طبعا اوف اوردر 2 باي 2. طب انا عايز الاكس، طب ما اجيب 3i هنا، يبقى انا اقدر اقول ان 2x equals، هتكتب بس 3a minus 2b، وتفضل بقى انت تجيب لي بقى النيجاتيف 3i جنبهم بالبوزيتيف، يبقى 2x equals اضرب الاي في 3 هتبقى دي 6 وتبقى دي 12 وتبقى دي نيجاتيف 6 وتبقى دي 0، بلس اضرب البي في نيجاتيف 2 هتبقى هاف في نيجاتيف 2، 4 في نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 في نيجاتيف 2، هاف في نيجاتيف 2، بلس 3i. الاي دي لو هي الاوردر 2 باي 2 كنا بنكتبها 1 0 0 1، دي اللي هي الاي، اضربها في 3 تبقى 3 0 0 3، لازم المين دياجونال ده يبقى 3، تبقى 2x equals اعمل ادنج 6 minus 1 5 و 3 8 12 و 4 و 0 16 negative 6 و negative 8 negative 14 و 0 يبقى negative 14 0 minus 1 plus 3 تبقى 2. طب انا طالب منك الاكس، اعمل بقى divide each element by 2، يبقى هنا 4 وهنا 8 وهنا 1 وهنا negative 7، كده يبقى انت طلعت الماتريكس اكس بتاعتك. كده يا جماعه يبقى احنا خلصنا ليسون 2 اللي هو ادنج ماتريسز. ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه عندنا حلقه طويله جدا، هنبدا بقى نتكلم فيها على الفيكتورز ان شاء الله. لما نخلص كل تشابتر هنعمل لكم باذن الله هنا حلقه طويله جدا وقتها طويل قوي، هنحل مسائل كتير جدا تشوز، طبعا يعني للاسف الترم ده الوقت ضيق جدا. ان شاء الله لما نخلص كل تشابتر في الالجبرا او الكالكولس او التريج هنعمل حلقه طويله جدا مجمعه فيها كل الافكار باذن الله اللي انتم عايزينها. تمنياتي القلبية لكم كلكم بالتوفيق، لا تنسوني من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.